الخط التالت تم افتتاح المرحلة الرابعة ألف منه في 15/6 اللي فات، وكانت بتمثل ثلاث محطات رئيسية وهي محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس. تم إضافة محطة هليوبوليس الشهر اللي فات للمنظومة علشان يبقى عندنا النهاردة 13 محطة موجودين في الخط التالت. إن شاء الله الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة المصرية لإدارة تشغيل المترو بيسابقوا الزمن علشان يضيفوا محطتين جداد في نهاية ديسمبر 2019 إن شاء الله رب العالمين. مكيف وجميل بمعنى الكلمة، مريح، بيبقى في أماكن نركب فيها بيبقى فاضي على طول، بنبقى مستريحين جدا فيه، أكتر خط أصلا بنحب نركبه. محطة هليوبوليس دي تعتبر أكبر محطة موجودة في الشرق الأوسط من حيث المساحة والحجم والتجهيزات اللي موجودة. حضرتك احنا موجودين في محطة هليوبوليس فيها 17 سلم كهربائي، فيها 4 اسكليتور، 2 من على الشارع و2 جوه المحطة، فيها 11 مكنة تذاكر دخول الركاب للأرصفة في الاتجاهين، يعني عندي 22 مكنة تذاكر. الكثافة بتاعتها مثلا تقول لما يكتمل الخط بالفرع بي لوحديها 350 ألف راكب في اليوم. محطة مكيفة، الوحدات مكيفة، كل حاجة أوروبي، نظافة، نظام وتريع. دواعي الأمان في الخط دي، في الخط الثالث، تعتبر من أعلى دواعي الأمان الموجودة المماثلة ليها في قطارات ومترو جميع البلدان الحديثة. غرفة التحكم هنا مسؤولة عن مراقبة القطارات، إزالة أي عارض مفاجئ في القطارات. المرحلة الرابعة اللي كانت بتبدأ من محطة هارون في شارع هارون في مصر الجديدة لمحطة نادي الشمس في شارع جسر السويس، 4 محطات: هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، الشمس. اللي بيميز المرحلة الرابعة ألف عن المراحل اللي سبق افتتاحها قبل كده إن إحنا المرحلة الرابعة ألف فيها مصاعد كهربائية بتيجي من منسوب الشارع لمنسوب الرصيف تحت، وعندي سلالم متحركة بتبدأ معايا من منسوب الشارع من الأسفلت تاخد الجمهور لحد ما ينزل بيه لحد الرصيف. إن شاء الله المحطة طبعا كلها مكيفة بالكامل، فيها مصاعد لكبار السن، فيها سلالم كهربائية للطلوع، والخدمات هنا على أجمل وجه. هو خط ممتاز. أنا بالنسبة لي أنا جاي من اسكندرية، يعني إحنا ما عندناش المترو ده في اسكندرية، بس ساعة ما دخلت المحطة وشفتها قد إيه جميلة وقد إيه المترو جميل وقد إيه في تنظيم، يعني زي البلاد الأجنبية. يعني السنة اللي فاتت كنت في كندا ما يقلش عن السكاي ترين بتاع كندا في حاجة. هو توفيق من عند ربنا طبعا. انت عارف حضرتك ان في اكتر من مشروع شغال دلوقتي، اذا كان بالنسبة للمرحلة اللي احنا افتتحناها او استكمالا ليها اللي هي مرحلة عدلي منصور او المرحلة الثالثة اللي هي بتاعة الجيزة وجامعة القاهرة، في القطر المكهرب، في المونوريل، كل ده ان شاء الله ربنا يوفقنا عليه ونحقق فيه نسب انجاز عالية زي ما حققناها هنا. اتمنى ان المحطة وان المشروع كله بالكامل والمرحلة وكل مشاريع مترو الانفاق تعجبهم ويكونوا راضين عنا.